شيخ الله مين عمل فيها شيخ؟ والله زول القرآن بيقرأ غلط. قال ادعو ادعو إلى سبيل ربك. بالله الإله دي أمشي أسأل أولاد الأساس، إله دي بتجر جتة وبتكة أي شيخ قاعد جوا. إله حرف جر، ادعو إلى سبيل ربك. فهمت؟ عنده قبل كم يوم، أنا بختصر لك الموضوع، قبل كم يوم بحضر له في اليوتيوب، قال عنده صلاة جنازة. والله حيرني ذاته، والله جد، والله لو في زول ميت صلى عليه وصلاة زي ذاته مشكلته مشكل. وصلي عليك شيخ الأمين صلاة الجنازة. قال تكبر وتقرأ الحمد 4 مرات. السلام عليكم السلام عليكم. وشيل الجنازة وتتخارج. شيلوها لا إله إلا الله، ودي بدعة، دي بدعة. كبر هديت على الجنائز 4 واسأل لها بالعفو والغفران تعالى شيخ الأمين. أول حاجة نعلمك توحيد، بعد ذاك الجنازة هنا. أنت في التوحيد ساقط. والله شيخ الأمين ده يدخلوا امتحان بتاع الشرك، امتحان شرك. مع أبو جهل، أبو جهل بيجي يطيش رأيك شنو؟ شيخ الأمين بيجي الأول. والله جد شيخ الأمين والله يجي الأول، والله يجي الأول. أبو جهل قال لك اللي بيدبر الأمر الله، وده يقول لك أنا إحنا ماشيين بنفس الشيخ. الله ينفسك يا أخي، الله يهديك يا أخي. إمتى؟ الله يحلنا منك يا أخي، الله ينتهي منك مرة واحدة. والله إحنا نسأل الله عز وجل إنه ينتقم من العطالة الرؤوس بتاعنا التصوف الآن. فاتح لهم القنوات، فاتح لهم التلفزيون، فاتح لهم الإذاعات، جيبونا معاكم جوا جوا. قبل كده جابوا شيخ مزمل قبل كم يوم مع في قناة جون، المذيع ذاته صوفي صوفي، قال جابوا يتكلم عن الشيعة. انت ما تجيب كوز يتكلم لك عن الشيعة، فجيبنا نحن عندنا كلهم واحد صوفي شيعي كلهم واحد. ده اللي بيجيبونا نحن في التلفزيون، جيبنا مع محمد المنتصر الصوفي اللي بيجيب كورك الوهابية مجسمة، جيبنا بس نوريك الوهابية دي المنوزات، جيبنا معهم. لكن يجيبهم ديلك معنا ده القلعة جوا، رشخور جوا، فرفور بفرفير جوا، كلهم قاعدين جوا هناك زيادة على الطين. بيجيبوا ده محمد المنتصر، يجوز تسجد للشيخ، يجيبوا شيخ اللمين مع الحرام بتاعينه، يغنوا يغنوا، يقول لك بنمدح هنا عديل. اسمعنا مرة مرة والدنيا تبقى ما فيها مرة، مش أقول أبوها ندعوك يا الله يا الله ندعوك يا الله. والله جد شيخ اللمين حيرنا ذاته، انت شيخ ولا فنان؟ ما تمشي تعمل لك يا أخي هناك، أمشي بجاي أعمل لك نادي بتاع راب ولا أي حاجة، ما تصلبت في الدين سايد يا شيخ اللمين. فشوف دير كلهم دعاة شرك ودعاة كفر بالله عز وجل. شيخ اللمين عندك رأي تجي تقول الكتاب قاعد، وبقيت الكتب بنجيبها لك، البرعي، كباشي، صايم ديما، محمد المنتصر، أي صوفي لا قاك لا بيصطع قيه خدرة زي الستوب هاي شيخ الطريقة ما الدرويش. التابعين ديل تبع ساكت، ده بكون جابته الفتة، الفتة متوم حمتني النوم، فتة مشطة حمتني النطة، حرتي سرتي جابته الفتة. لكن أنا كلامي مع الجاكوم الكبيرة داك، داك ما بجينا مما يشوفنا يقول لك أعوذ بالله، مالك وهابية أعوذ بالله صوفية شنو يعني؟ ما انت ده، انا بستعيذ من الله عز وجل منك انت ده يا صوفي يا صوفي، فهمت؟ وانت لو بتعرف لك صوفي تخرج منه سرعه سرعه. صاحبك قول له يا صاحبي شوفنا، يا تخلي الصوفيه يا بخليك انا، فهمت؟ امك انصح بالراحه، ابوك انصح بالراحه، فهمت؟ لكن بقيت الصوفيه ديل خربوا البلد يا اخي. الليله واحد لو داير مرته دار تلت بوديها للشيخ، ما عارف الشيخ ده دايه ولا شنو، فهمت؟ ما دبدك اذا دار تلت قبل ما تلت ما ولدك بودي على الشيخ برضو، قول لك الشيخ ده بالبركة بولده، هاي بولده وانت ما عارف ولا شنو. الشيخ هاي بيجيب لك جنة، والله يا الأطعن أطعن الشيخ، كرع كرع الشيخ، الراس راس الشيخ، بعد 7 سنوات بيجيك الشيخ ذاته، قول لك بشبهه شنو حقه تتعرف ولا شنو. هاس كباشي كما الدولت في كل بلد كمحل عقد كباشي. والله الصوفية الآن يجددوا دين أبو جهل وأبو لهب، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، دين أبو جهل وأبو لهب بل أسوأ من دين أبو جهل ومن دين أبو لهب. والله ونتحداهم، ونتحدى أي ذول بدافع عنهم، أي ذول أي ذول. بس جبنا في التلفزيون يا إعلاميين يا فشلة في التلفزيون، بس جبنا مناظرة، ما تجيب ذات بغادي يكذب. الوهابية مشبهة، الوهابية مجسمة، الوهابية يهود، والوهابية ما لا لا، ده كله كلام سايد. جيبنا ونجيب الكتب دي نوريك البرعي قال شنو، كباشي قال شنو، صايم تيما قال شنو، وابو جهل قال شنو، وابو جهل قال شنو، نوريك نوريك. لكن ما بتقدر، مرض مرض يا بتاع النيل الازرق وبتاع حسين خوجلي يا شفت، ما بتقدر والله ما تقدر، والله ما تقدر. عملنا حلقة واحدة 5 دقائق، ما دايرين كثير، 5 دقائق نمتع لك الأمة دي عشان تعرف الحاصل. لكن أمة سايقينها ساكت، صوفي تلقاهم جامع
ها أخو مسلم إمام جامع يقول الناس إن الرنديكالية هي أصل سندكالية وإن الأصل كانكفاء كالحداثة كاستلام وصلى الله على محمد أقيم الصلاة. الناس ما فاهمين حاجة يا الناس، تعرف الدين تعرف العقيدة من الكتاب ومن السنة. والحلقة دي إن شاء الله شغالة كل اثنين وخميس في المحل ده، انت كلامي إن شاء الله نتلاقى الخميس. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.